من صام. شهر الصيام فريضة من صام رمضان جوزية في الجنان مقاما. شهر الصيام فريضة من صام رمضان جوزية في الجنان مقاما. شهر الصيام فريضة من صام. صباح الخير لجميع مشاهدي الاخبار يا سوريا من مكان وعم بتابعونا. اكيد اليوم ان شاء الله بيكون نهار حلو وسعيد ولمة عيلة على الافطار كمان حلوة كلها مودة وحب. ضمن حلقتنا لليوم دائما في مواضيع خاصة بشهر رمضان الكريم من كافة المحافظات السورية رح يكون في لنا حصة مع المبادرات التطوعية وجمعية بادر، وأيضا رح يكون مساحتنا الطبية لنحكي عن عدة أمراض وعلاقتها بالصيام، وأيضا رح نحكي مع الأعمال الأدوية اليدوية وعلوم الطاقة. كل هالأخبار رح تكون ضمن حلقتنا، لكن بالبداية بدي صبح على سلمى. صباح الخير سلمى. صباح الخير زينة، يسعد صباحك، وصباح الخير لكل مشاهدي الإخبارية السورية اللي عم ينضموا لنا يوميا بمساحتنا الصباحية 10 بتوقيت دمشق، هذا توقيت يلي عم طلع عليه بشهر رمضان من قصر اللؤلؤ. يوميا أكيد محطات متنوعة وعديدة رح نحكي فيها مع ضيوفنا الاختصاصيين، ولكن نتمنى لكم ببداية هذا النهار كثير من الطاقة والخير. اليوم درجات الحرارة مرتفعة أكثر من باقي الأيام، فلكل يلي عم يتوجه على شغله او خارج برات المنزل ينتبه على درجات الحراره، ياخذ شويه حذر من الشوب اليوم. اكيد بدي اتمنى لكم نهار حلو، رح نبدا صباحنا ولكن بعد الفاصل. سلمى، مثل ما قلنا انه في درجات حراره كثير مرتفعه واكيد العطش بيكثر عند الصايمين، فلهيك دائما بيقولوا لنا اشربوا لبن لتمنعوا العطش. قد ايه فوائد اللبن مهمه بالنسبه للصيام؟ وكثير من الاخبار والمعلومات اللي حشفها بهالتقرير. اللبن يعتبر من الأغذية التي ينصح بها خلال شهر رمضان الكريم، وذلك لأنه غني بالعديد من الفوائد العظيمة للجسم المتعب من قلة الطعام وحتى الشراب. فوائد اللبن للصائم: أولاً، إمداد الجسم بالطاقة والحيوية اللازمين لإتمام الصيام، لأنه بيحتوي على العديد من العناصر الغذائية المفيدة كالنشويات، البروتينات، الأملاح المعدنية، إضافة إلى السكريات والفيتامينات. التخلص من البكتيريا الضارة الموجودة في المعدة والأمعاء، فهو يحتوي على البريبايوتوكس، البكتيريا النافعة التي تعالج مشاكل واضطرابات الجهاز الهضمي. تقوية الجهاز المناعي بجسم الإنسان ووقايته من الإصابة بالأمراض، وذلك بسبب المواد المضادة للأكسدة الموجودة باللبن. حماية الإنسان الإصابة بلين العظام أو هشاشتها ووقايته من الكسر، وخاصة لكبار السن، وذلك لأنه غني بالكالسيوم والفوسفور يلي بيساهموا ببناء العظام وتقويتهم.
زيادة الشعور بالشبع وعدم الرغبة بتناول المزيد من الطعام في الفترة يلي بتلي تناول وجبة الإفطار، وهذا الشيء ممكن يحد من السمنة. الحفاظ على مستوى ضغط الدم الطبيعي في الجسم، وذلك بسبب احتوائه على البوتاسيوم يلي ممكن يمنع ارتفاع الصوديوم بالدم، وهو الملح المسبب لارتفاع الضغط. يعني زينة، ومثل ما تبعنا فوائد اللبن، رح نروح هلا لمحطتنا التالية، وكل يوم بنقلب برزنامة التاريخ لنتعرف على أبرز الأحداث يلي سجلت حضورها بمثل هاليوم بالتقرير التالي. اليوم 23 أيار بمثل هالتاريخ تسجلت كتير من الأحداث. قراءة سريعة لذاكرة هاليوم. بعام 1911 افتتاح مكتبة نيويورك العامة، وهو أضخم مبنى رخامي تم بناؤه في مدينة نيويورك. بعام 1918 كوستاريكا تعلن الحرب على ألمانيا، وذلك أثناء الحرب العالمية الأولى. بعام 1949 الإعلان عن قيام جمهورية ألمانيا الغربية الاتحادية. بتاريخ 23 أيار شهد ولادة عدد من الشخصيات، ففي عام 1707 كارلوس لينيوس عالم سويدي في علم النبات. تاريخ 23 أيار شهد وفاة عدد من الشخصيات، ففي عام 1906 الكاتب المسرحي النرويجي هنريك إبسون، والذي لقب بأبو المسرح الحديث. هاي كانت أبرز الأحداث يلي صارت بتاريخ 23 أيار. نهاركم سعيد. يعني سلمى كمان بدنا نروح نشوف شوية فوائد ومعلومات عن الصيام بهالتقرير. بكل يوم معلومة جديدة نتعرف عليها. هل تعلم بأن الصيام له فوائد نفسية لا تحصى؟ أهمها أنه بيحد من أمراض النفسية كالاكتئاب، القلق والأرق، فهو حافز يولد القدرة على تحمل ضغوط الحياة ومواجهتها، مما يؤدي إلى الاستقرار النفسي. وهل تعلم بأنه بحسب عدد من الباحثين أكدوا بأنه مستوى الطاقة عند الصائم بيرتفع إلى الحدود القصوى، فأكثر من عشر طاقة الجسم تستهلك بعمليات الهضم للأطعمة والأشربة، وبحالة الصيام بيتم توفير هالطاقة وبيشعر الإنسان بالارتياح. وهل تعلم بأن الصيام يعتبر مداواة لبعض أمراض الجهاز الهضمي كالحرقة، متلازمة القولون العصبي، عسر الهضم، انتفاخ البطن، لأن الصائم بيمتنع عن الطعام والشراب لفترة زمنية بتتيح للعضلات والأغشية الهضمية استعادة قوتها وحيويتها. وهل تعلم بأن الصيام بيساعد على تفتح الذهن وبيقوي الإدراك؟ ولكل يلي حابب يحافظ على وزن صحي، هل تعلم بأن الصيام بيحافظ على الجسم وبيخلصه من البدانة؟ أخيراً، هل تعلم بأنه الصيام بيعالج آلام المفاصل؟ فالجراثيم المتسببة بحدوث آلام المفاصل بيتم تخليص الجسم منها ومن المواد السامة أثناء فترة صيام متتابع يجب أن لا تقل مدته عن 3 أسابيع، وبيعتبر هذا العلاج من أفضل العلاجات على الإطلاق. أه
زينب رح نبلش أولى محطاتنا لليوم مع سكبة رمضان. سكبة رمضان عرفناها بشكل عام كتقليد بين الأحياء الشعبية، تورثناها تقليد دائما بيوفر كان المحبة والألفة بين سكان الحي، ولكن هاي السكبة كبرت وأخذت مفهوم أوسع على إيدين الشباب السوري اللي حولوها لعادة خلال شهر رمضان كل سنة ليزرعوا المحبة والألفة من خلال هاي السكبة. أكيد سلمى، هي جهود العديد من الشباب والصبايا اللي حبوا يكونوا طبعا يقدموا مساندة للطرف الآخر ويزرعوا العطاء وين ما حلوا. فكيف إذا كان بشهر الخير والبركة شهر رمضان المبارك، أكيد ضمن مشروع بادر التنموي اللي حاول يكون موجود بدعم ومساندة الشباب المتطوعين بطرق كثيرة رح نعرفها من ضيفنا لليوم عبد الحفيظ القسطي، مؤسس مشروع بادر التنموي ورئيس مجلس إدارته. رمضان كريم وأهلا وسهلا فيك. رمضان كريم علينا وعليكم. أهلا وسهلا فيك. يسعد صباحك. أهلا وسهلا فيك. يعني عبد الحفيظ، خلينا نحكي شوي عن سكبة رمضان، اسم المشروع اللي دائما بتطلقوه كل سنة بهذا الشهر، وخلينا نحكي أكثر عنه وكيف صار هلأ بعد سنوات من العمل التطوعي. هلأ فكرة السكبة هي ككل من أول ما انطلقت من 7 سنين كان الهدف منه هو إحياء عادة السكبة. من زمان كنا نشوف نحن السوريين بشكل عام برمضان وغير رمضان بيشتغلوا على مبدأ السكبة، فكل حدا بيطبخ طبخة كان يقدم سكبة لجاره. فحتى لو كان أنتوا اليوم في عندكم بالحارة 10 أو 20 عيلة فقيرة، هن فعليا بآخر اليوم على الإفطار أو على الغداء أو على العشاء برا رمضان كان تلاقوا أكثر من صنف على السفرة عندهم. هذا الشيء كان كتير حلو من زمان. انطلقت فكرة السكبة اليوم لترجع تفعل هذا الشيء وتشجع على هذا الشيء، فمن هون إجا اسم سكبة رمضان، إنه نحن برمضان نشجع الناس على ترجع تشتغل عادة السكبة. انطلقت السكبة من 7 سنين بدمشق. اليوم السكبة بعد 7 سنين موجودة بالساحل السوري، بدمشق، بمحافظة السويدة وبريف دمشق. طب عبد الحفيظ، شو السر اللي خلاه الصبايا والشباب لهلا متحمسين؟ انتم بلشين فيه من سنين لهذا المشروع، قلنا انه امتد عبر المحافظات السوريه، لكن شو سر الحماس؟ يعني السكبه هي عاده تقليديه، شو سر الحماس؟ ردود فعل العالم، هي المحبه اللي عم ترسموها، خبرنا. هلا في شيء اليوم نحن عم نشتغل عليه بالسكبه بيخلي كل سنه مع كل إعادة للمبادرة كم كتير مهم من الشباب والصبايا اللي معنا يرجعوا يشتغلوا معنا، بالإضافة لناس متطوعين بيجوا بشكل دوري. هلأ الشيء اللي عم نشتغل عليه هو نحن جودة الأكل. نحن اليوم نشتغل ضمن السكبة بمعايير عالية، يعني نحن اليوم لما بنقدم وجبة أكل فلازم يكون أنا بقدر أكلها ببيتي، مو اي شيء عم ينطبخ او اي شيء عم يتوزع بس في هيك اولويات رقم. لانه توزعوا السكب على عائلات معينه مثلا؟ اكيد طبعا. فنحن لما عم نشتغل على مبدا الجوده، هذا الشيء في كثير ناس انجذبت اليوم لموضوع السكبه، انه عم يجوا يلاقوا في شيء عم يشتغل بمعيار، في شيء كثير مهم عم يتقدم، هذا الشيء عم بيشجعهم يضلوا موجودين. هلا التوزيع اليوم خلينا نحكي عن دمشق، نحن في عندنا دمشق وريف دمشق 36 قطاع. صراحة نحن ما بنقدر نغطيهم كلهم، يعني لا نحن ولا أكثر من حدا معنا ما بنقدر، في احتياج اليوم. فنحن بنشتغل على مبدأ إنه يوم أي يوم لا، بنغطي قطاعات أو كل 3 أيام بنغطي قطاع لمرة واحدة. أكيد، يعني يمكن جهود متعددة مختلفة، ونحن معنا كمان مادة مجموعة من الصور يمكن ونشاطات لكم خلال هذا الشهر سكبة رمضان، خلينا نتابع ونرجع نكمل حديثنا.
أكيد سلمى، يعني مثل ما شفنا جهود كبيرة من هالشباب بيكبر الألف فيهم، يعني أنه عم يحيوا هاي التراث والعادات القديمة. نحكي أول شيء عن عدد الشباب اللي معكم وكيف عم بيكون الجهد، عم تشاركوا بالطبخ، عم تكون هيك ما خلف قبل السكبة. خلينا نشوف المشهد، أنه كانوا عم بيشاركوا بالطبخ بتحضير الوجبات غير التوزيع يعني، وحكي لنا شوي عن العائلات اللي استفادت هاي السنة. تمام. هلا بالنسبة للفريق، نحن اليوم ضمن دمشق عندنا مطبخين، ففريقنا فريق التنظيمي هو مقسوم بين المطبخين. المطبخ الأول هو بجنوب دمشق، خلينا نقول منطقة الدحاديل والبيادر وهي المناطق. المطبخ الثاني هو عم بيكون بالبرامكة. هلا بالمطبخ الثاني اليوم في عدد من الفرق مشاركة بتنظيم سكبة رمضان هي السنة، فالفريق بيكون مقسم عملياته ضمن هذا المطبخ لخمس خلينا نقول مهام. ببلشوا من عملية تحضير المواد والخضرة وغسلها وتقطيعها، بيجهزوا لهم اياها لقسم الطبخ، الطبخ عم ياخذ المواد بيكون بيشتغل عليها بيطلعها بيبعتها على قسم ثالث، كمان في متطوعين شباب بيكونوا مستلمين هو التبريد وتغليف الوجبات، اخيرا بتروح بتطلع على قسم التوزيع. هلا التوزيع عم بيكون في عندنا شيء مباشر بالبرامكة، في عنا يوميا مئات الوجبات عم تتوزع بنقطة البرامكة، بالإضافة للتوزيع خليني أقول ضمن القطاعات بدمشق، هذا عم بيتم من خلال سيارات. يعني في عنا اليوم نحن سيارات مجهزة عم تأخذ الوجبات على وقت الإفطار؟ مو وقت الإفطار، منبلش من الساعة 5 لوقت الإفطار، حتى أحيانا لبعد الإفطار بيستمر التوزيع. كل سيارة في إلى قطاع بركن الدين مثلا، ببرزة، بالغوطة. اليوم نحن في عنا 14 قطاع عم نشتغل عليهم بجنوب دمشق المناطق كلياتها، ففي فريق كامل للتوزيع عم بيكون موجود، بيجي بيستلم الاكل وبيضلوا شغال صراحه لوقت الافطار وحتى ما بعد الافطار. العيال المستفيده خليني اقول اللي برجع بقول انه هي عم تتكرر يمكن كل رمضان 3 أو 4 مرات، ما عم نقدر نكرر العيله اكثر من مره بسبب العدد الكبير. تمام. فنحن في خريطه عم نشتغل عليها، ان هي يمكن هاي العيله بالاسبوع مره او مرتين يلحقها وجبات كرمال نقدر نغطي شريحة أوسع. أكيد، يعني دائما فعل الخير شيء كتير أساسي بشهر رمضان، وعم نشوفه بارز من خلال نشاطات الشباب التطوعي ومنها بادر التنموي. خلينا نحكي عن هذا النشاط، حكيت ببداية حديثك وقلت أنه أنتم كمان خارج نطاق دمشق بالمحافظات السورية موجودين. طبعا. نحكي عن بعض المحافظات نشاطاتكم فيها خلال هذا الشهر أيضا. هلا خلينا نحكي عن منطقة الساحل السوري، المركز الأساسي تبعنا هو ببانياس منطقة الشيخ هلال. هلا هنيك عم يشتغلوا كمان على موضوع وجبات الأكل، لكن مو بنفس ضغط دمشق. يعني هنيك كلياتنا بنعرف نحن بدمشق في كثافة كتير كبيرة ومهمة، برا ما في هيك كثافة ضخمة، لهيك شغلهم بيكون أقل ضغط، لكن نفس نمط الشغل عم يشتغلوا اللي هو طبخ وتوزيع الوجبات برمضان. خارج رمضان نحن في عنا أنشطة عم نشتغل عليها بدمشق وبرا دمشق، بسويدا، بالساحل إلى آخره. مجمل نشاطاتنا اليوم نحن ببادر تتجه باتجاه تنموي، بنقدم منح تدريبية، بنشتغل على موضوع التعليم والتنمية عند اليافعين والأطفال حتى الشباب الكبار. النشاطات الإغاثية يعني هي برمضان أكثر شيء نحن بنشتغل عليها، لكن هي ما لخطنا الأساسي. نحن اليوم عم نشتغل على موضوع شيء فكري أكثر، لانه باعتقادنا انه نحن اليوم بحاجه الموضوع الفكري اكثر من الموضوع الاغاثي، وهو مهم اكثر. بعد رمضان شو محضرين؟ هلا نحن في عنا منح تدريبيه كنا عم نشتغل عليها قبل رمضان، هلا وقفت، بعد رمضان رح تتكفى. مركزين على محافظه السويداء اكثر شيء ودمشق وريف دمشق. هي المنح الهدف منها هو المساهمه بموضوع التعليم عند الاطفال واليافعين، وبالنسبه للكبار هي عم تكون منح تدريبيه على اعداد مشاريع صغيره. هاي المشاريع الصغيره نحن لما بيطرحوها وبتفوز بالمنحه عم ناخذها وندعمها ونشتغل عليها. هلا الهدف الكبير والمهم منها هو اليوم نحن عم نشغل ايدي عامله ضمن هاي المشاريع من البيئه او القطاع او القريه. تمام. هن عم يستفادوا ويشتغلوا، ونحن اليوم بنكون عم نساهم معهم بمشروع. أكيد. يعني نشاطات مهمة، ويمكن مثل ما حكيت عبد الحفيظ اتجاهكم نحو التنمية أكثر من الإغاثة، باعتبارها هي اللي بتبقى أكثر وبتعطي أكيد. فائدة للمجتمع. قبل ما نختم حديثنا، شو بتحب توجه كلمة اليوم؟ رمضان كريم دائما، وصراحة نحن هاي السنة
يعني كان في شوية هيك صعوبة بالإقلاع برمضان، لكن مثل ما بيقولوا رمضان كريم علينا وعلى كل الناس، وهذا رمضان يعني كان كتير حلو وكتير مميز، إنه نحنا كلياتنا شايفين الأمور عم تتحسن أكثر وعم تزبط أكثر. هذا رمضان قدرنا نفوت لمناطق ما كنا نفوتها، قدرنا نستهدف شريحة أكبر، فعن جد رمضان كريم، وإن شاء الله هيك بتكون الأمور لسه أحسن السنة الجاية، وبنشتغل مو من احتياج، بنشتغل كشغلة هيك رفاهية نكون عم نشتغلها. فكل عام وانتم بخير، وان شاء الله هيك البلد تكون بخير السنه الجايه اكثر. شكرا لوجودك معنا عبد الحفيظ، واكيد تحيه لكل الشباب اللي هيك عم يبذلوا هذا الجهد، ويمكن يكونوا صايمين كمان يعني بهذا الوقت ويوزعوا هالسكبات. تحيه لكم، وان شاء الله هيك دائما بنشاطات هيك تعزز المحبه والموده بين الشعب السوري. شكرا لوجودك معنا. كل عام وانتم بخير. شكرا لك، شكرا لوجودك معنا. سلمى، كلنا بنعرف انه ظهور البقع البيضاء على الاظافر هي دلاله على نقص الكالسيوم، لكن في اسباب اخرى نحن ما بنعرفها، رح نشوفها بهالتقرير. بدايه اخبارنا المنوعه لليوم عن دراسه جديده اظهرت انه زياده الوزن او فقدانه مع التقدم بالعمر يمكن انه يزيد من خطر الاصابه بالخرف، حيث شهد الرجال والنساء اللي تتراوح أعمارهم ما بين 60 و 79 عام والذين ارتفع مؤشر الكتلة عندهم بنسبة 10% أو أكثر خلال عامين، أدى إلى زيادة نسبة الإصابة بالخرف بنحو 25%. خبرنا التالي عن البقع البيضاء يلي بتظهر على الأظافر، ويفسر الكثيرون وجود هاي البقع بأن علامات بتدل على نقص الكالسيوم في الجسم، هذا اللي بيدفعهم ليشربوا المزيد من الحليب، لكن النقط البيضاء على الأظافر في الواقع تعني شيئا مختلفا تماما، حيث أن هذه البقع البيضاء ببساطة هي وجود بعض الصدمات على الظفر، وربما تشير إلى نقص الزنك، مما يتطلب تناول أطعمة مثل السبانخ ولحوم البقر والبذور وغيرها. أما القاعدة الذهبية لكيفية الجلوس، اجلس معتدلاً وبشكل مستقيم بترافقنا حتى يومنا هذا. أما الدراسات الجديدة بتشير إنه الارتخاء قد لا يكون مؤذياً على الإطلاق، وأوضحت الأبحاث الجديدة كيف يساعد الارتخاء بالحفاظ على شكل وسلامة العمود الفقري في تخفيف آلام المفاصل والعضلات، وتبين أن وضعيات الجلوس بارتخاء تام بتساهم في زيادة كمية السائل بين الأقراص الشوكية، مما يقلل من التصلب كما تزيد من ارتفاع العمود الفقري بمرور الوقت. خبرنا الأخير عن ابتكار قدمه مهندسون من الولايات المتحدة عن لصقة مرنة قادرة على تبريد أو تدفئة الجسم البشري إلى الدرجة المريحة بالعمل حتى في الشارع، والحفاظ عليها بنفس المستوى ارتباطاً بتغيير درجة حرارة الوسط والمحيط، وتحصل هذه اللصقة على الطاقة من بطارية مرنة توضع في الملابس مباشرةً. يعني مثل ما تابعنا أخبار منوعة كتير، ويمكن أهم الدراسات الطبية اللي حكينا عنها ببداية حديثنا، وأيضا الاختراع الجديد اللي هو تبع لزقة التبريد ولزقة بتروح الحرارة. يمكن نحن هلأ كتير بحاجة لشي هلأ نحن كتير بحاجة تبع هالشوب غير شكل. ما رح نبعد كتير عن المساحة الطبية سلمى، رح نحكي كمان عن موضوع كتير مهم، صوموا تصحوا. هل هالجملة مطبقة على الجميع حتى على المرضى منهم؟ مرضى القلب والصيام هل بيأثر
السلام على مرضى القلب والجهاز الهضمي والأمراض الأخرى. رح نناقشها دائما هلأ بمساحتنا الطبية، الاستثناءات الطبية للمرضى بهالشهر الكريم. ضيفنا لليوم وصل من دبي لسوريا ليكون معنا، الطبيب السوري دكتور علي سلطان، اختصاص أمراض داخلية من جامعة نيويورك، وحاصل على شهادة البورد الأمريكي للأمراض الداخلية. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك، رمضان كريم فيك. والحمد لله على السلامة. الله يسلمكم يا رب. يسعد صباحك، اهلا وسهلا فيك دكتور. صباح الفل، اهلا وسهلا. يا هلا. رح نبلش اليوم ونحكي عن القلب، وهو جهاز من الاجهزه النبيله بجسم الانسان. نحكي شوي عن صحه جسم الانسان والقلب خلال شهر رمضان الكريم. هلا بشكل عام الصيام مفيد جدا لمرضى القلب. فينا نقول تقريبا اكثر من 90% من مرضى القلب بيستفيدوا من الصيام. بس هون تعريف صغير على لما نقول نحن مرضى القلب. القلب هو عبارة عن عضو، عضلة، في أجواف، في دسامة، وفي شرايين، وفي شغاف. فأي إصابة لهيدون ممكن نحن نسميها مرض قلبي. بس الشائع وقت نحكي عن أمراض القلب هي عبارة عن أمراض الشرايين التاجية والتضيقات والاحتشاءات. نعم دكتور، يعني اللي بيكون عنده مثلا مثل ما قلنا امراض شرايين التاجيه وارتفاع ضغط الدم وهالامراض، هل كمان بياثر على الصيام او في حميه غذائيه معينه او عادات صحيه لازم يتبعوها بهذا الشهر الكريم؟ بنعرف نحن لهم حساسيه معينه، خاصه انه في توتر وهيك ضغط شويه بهذا الشهر. هلا من ناحيه الامراض التاجيه والامراض الاكليليه عند مرضى القلب بيتقسموا لقسمين. في ناس بيكون عندهم نقص تروية أو أمراض كيلية بس مستقرة، يعني بيمشي المريض 5 كيلومتر 6 كيلومتر ما في أي مشكلة نهائيا. هيدون المرضى أدويتهم خفيفة، ما في مدرات، ما عم يستعملوا نيتروغليسرين، يصوموا الصيام عادي. وفي أمراض القلب اللي بيكون عندهم نقص التروية غير مستقر، ممكن يجيون على الراحة، ممكن يجيون أثناء المشي الخفيف، هيدون ننصحهم لا، لأنه بأي وقت احتمال يحتاجوا أدوية. الناحية الثانية أمراض الاحتشاء العضلة القلبية، إذا مريض صار معه احتشاء عضلة قلبية ما فينا نخلو يصوم، بدنا ننتظر 6 أسابيع إماها، أدوية، مراقبة. النوع الآخر من المرضى يلي بيكون عندهم تضيق بالدسام القلب، لأنه ضخ الدم من القلب على كل أجهزة الجسم بيعتمد على قوة معينة، فإذا في تضيق شديد بده يصير في صعوبة بوصول الدم للأنسجة. فلذلك هيدول المرضى كمان بدنا نحطهم بالحسبان أنه ما فينا ننصحهم يصوموا. كمان نفس الشيء إذا كان في دسامات بسموها القلس ما عم تعمل وظيفتها، الدم كله بيرجع بيؤدي لوزماء، هيدول المرضى بنعطيهم مدرات كمان منخاف أنهم يصوموا. العضلة القلبية بحد ذاتها أحيانا بيصير فيها التهاب، كمان هذا ممنوع. أو العضلة بسبب احتشاءات أو أمراض تانية بيصير بسموه وهن أو ضعف، بالطبية بسموه قصور قلب، يعني العضلة بدل ما تصير الضخ بهالقوة بيصير ضخ بس شوي بهالبقصة. هون المرضى مستعمل له نحن أدوية، وهالأدوية ممكن تكون مدرات و فهيدون وبصير اضطرابات شوارد ما بننصحهم أن يصوموا، خصوصا كان درجة 3 أو درجة 4. أكيد. هي تقريبا المرضى اللي ننصحهم. في المرضى اللي بيصير عندهم عمليات جراحية طبعا بالتنسيق مع جراحين خلال 8 أسابيع تقريبا أو شهرين، نحن بنحاول أنه ما يصوموا كمان نهائيا. هي بشكل عام عن أمراض القلب. نعم. طيب دكتور، حكينا يمكن عن الحالات اللي ما بيقدر فيها مرضى القلب من الصيام، خلينا نحكي عن الحالات المضبوطة، يعني اللي بيعانوا مثلا من ارتفاع بالضغط معين مضبوط بأدوية خاصة، أو اللي بيعانوا حتى من انخفاض بضغط الدم كمان مضبوطين، هل مسموح لهم الصيام أو لا؟ هذا سؤال كتير كويس. أنا هلأ بشكل عام كل مرضى، يعني أنا كل مرضى اللي عندي بالعيادة أو بشجع أي مريض إنه قبل شهر رمضان المبارك يروح عند الطبيب قبل شهر أو شهرين، يتأكدوا هن جاهزين ولا ما جاهزين، أدويتهم شو، النصائح. لما نجي على شهر رمضان كل مريض قلب وبالمطلق أو مريض سكري لازم يعرفوا إنه بدهم يقصوا ضغطهم 3 مرات باليوم، لازم يعرفوا إنه السكر ياخذوا 3 مرات باليوم، لازم يعرفوا إنه يزينوا حالهم 3 مرات باليوم.
فببساطة كلهم هلأ المريض إذا الشهر أو شهر ونص قبل شهر رمضان كان مستقر هالضغط، كان مستقر كل هالأمور، ما فيها الوزمات، ما في ضيق نفس، ما بحاجة للدواء إلا مرة أو مرتين باليوم، هدول بإمكانهم يصوموا. بيجوا على شهر رمضان جاهزين، ما بيصير في مفاجآت، فهيدون المرضى بنقول لهم نحن إنه أوكي صوموا، بس بنصحهم دائما إنه خلال شهر رمضان ياخذوا الضغط 3 مرات، السكر كمان نفس الشيء، الوزن نفس الشيء، هدول كلها علائم نكتشفها باكرا أحسن ما تصير المشكلة أثناء الصيام واستدعي مستشفى أو لا. دكتور يعني عم نسمع كتير انه الجلطات الشبابية كترانة بالبلد وبسن صغير، يعني شباب صغار، فتعددت هيك التفسيرات، بيقولوا من الزعل اجتوا جلطة، فخلينا نعرف التفسير العلمي لأسباب الجلطة الشبابية اللي عم تصيب الشباب بسن صغير، ونحكي كمان هل في علامات للجلطة، هل في أعراض؟ انت قصدك هون بتوقع قصدك على الجلطه القلبيه. نعم جلطه. هلا الجلطه القلبيه للاسف الجزء الاكبر هون بيقع على المرضى وعلى الثقافه الطبيه عند المرضى وعلى التوعيه سواء كان من المريض او حتى من الاطباء اللي نحن بنشوفهم. نعم. في شيء اسمه عوامل خطر او ريسك فاكتورز، عمليا بامريكا او بكل الدراسات بنبلش نحن ندور عليه بعمر العشرين، يعني بعمر العشرين ببلش اول فحص، أول كوليسترول، بالعمر 30 أو 35 بزيارات الدورية الطبيبي بيسأل عن هالعوامل هيدا وبيشوفها، أي عامل من العوامل مستقصي بسرعة وهذا ممكن نكشفه. للأسف إحنا لما منقول زعل لا بيكون في يمكن كتير أسباب لك، في كتير تراكمات منها، أولا القصة العائلية، ممكن الشخص نفسه تماما عنده أخ أخت أم أب بعمر صغير صاير معه، ممكن يكون عنده كتير أمراض تانية، ارتفاع ضغط منبيا، سكر ما عندهم كلياتهم، بس لما بيصير الحادث هون كلياتنا بنقول إما زعل أو قدر الله. هيدا المفهوم لازم نغيره نحن هلا، وهذا لازم ينتشر ما بين الناس وكمان ينتشر عند الأطباء، وبتمنى إنه كمان المؤسسات أو الدعايات تركز كتير على الصحة وعلى الكشف الباكر لهالأمور. يمكن دكتور يعني بعض الأمراض ومنها القلبية ترتبط بتاريخ المريض بشكل عام، يعني سواء كان مصاب بمرض آخر أو لا، وخصوصا بيربطوا بين مرض القلب ومرض السكري، وقديش بيأثر الاثنين بيتأثروا ببعض، خلينا نحكي عن هاي العلاقة وكيفية ضبطها أيضا. طبعا هاي كتير مهمة، هاي بسمون عوامل الخطر. يعني هلأ مثلا ناخد مثال بسيط، مريض قلب درجة أولى بسيط، بس عنده كمان سكري وعنده كمان، هيدون نحن بدنا نربطهم ببعضهم. هذا مريض القلب بصير نسبة حدوث الجلطة القلبية عنده أعلى، فهذا حتى وقت في فترة الصيام بدنا مو شرط يكون مرشح جيد للصيام، هدول المرضى بدنا نكون كتير حريصين على أنه نضبط عندهم السكر بشكل مضبوط، يكون تحت 120، الضغط تحت 120 أو 130، كتير مهم، لأنه هي هي عوامل الخطر الموجودة يلي أمامنا، يلي العلم قلنا إنه نتجنبها مشان نتجنب الاحتشاء على القلب. نعم دكتور، كونك اختصاصي أيضا بالأمراض الداخلية، خلينا كمان هيك نعطي لمحة شوية عن علاقة بعض الأمراض بالصيام، يعني أمراض الكلى والصيام، الأمراض العلاقة كمان الضغط النفسي والصيام، خلينا هيك نرتبهم، بعدين آخر شيء رح نفوت بالآخر الأبحاث اللي بأمريكا وبدبي ونحكي عنها. هلا بس ببساطة هون مثلا مرضى الضغط، مرضى الضغط فيه هون له 4 درجات، درجة أولى، ثانية، ثالثة، رابعة. الدرجة الأولى والثانية هي حكينا عنهم بدواء واحد بيكون مضبوط، الدرجة الثالثة والرابعة هن بيكون ضغطهم فوق 150-160 مع الأدوية، هيدون بدنا نكون حذرين كثير 3 مرات، لأنه نوصف لهم أدوية خلال اليوم إذا ارتفع عن 140 لازم ياخذوا الحبة. كثير عم شوف مرضى أنا عم يكونوا بال 180 وماشيين وعم يسألوا وعم يضلوا، هذا غلط. فهي مرضى الضغط بنصحهم دائما يقيسوا 3 مرات الضغط، يكونوا جاهزين لهذا. مرضى الكلية، القصور الكلوي درجة أولى ودرجة ثانية، إذا ما في مدرات عم نعطيها نحن للمريض، والكرياتين أو وظائف الكلية على الحد المعين، بس عندهم أمراض ثانية مثل السكري أو نحن كتير بهمنا تروية الكلية، فبهيدونا كمان بدنا نكون حريصين، ما فيني نقول لمريض القصور الكلوي درجة أولى أو ثانية أنه لا صوم وعنده أمراض ثانية، فإذا عنده قصور قلب وعنده سكري وعنده درجة أولى ولو بسيطة من الكلية لا.
درجات متقدمة من قصور الكلية لا ما بنصح أنا نهائيا، لأنه كثير هيدوم بدنا نعتمد عليهم على الشوارد، أي شيء ممكن يسبب لهم اضطرابات قلبية. من الناحية العصبية بركز على مرضى الصرع أكثر شيء. مرضى الصرع هون كمان قبل شهر أو شهرين نتأكد أنه ما في حالات صرعية، نتأكد بأنه الدواء مضبوط، ونتأكد بأنه ما عنده أي حالات بسموها النسمة. يعني ممكن ما يكون عنده صرع خلال شهرين، بس من الاستجواب والطبيب لما يستجوبه للمريض يقول له أنا عم تجيني حالات تغيير، عم يغير نفس، عم شم، عم حس، هي كل حالة قبل الحالة الصرعية ننتبه. هذا أنا ما بخليه يصوم، هي من الناحية العصبية. من الناحية النفسية كثير مهمة، أنا عندي مريضين مرضى السكيزوفرينيا اللي بيكون عندهم إيمان كثير بالدين وبدهم يصوموا، بس الأدوية هون كثير بده يكون حذر في الطبيب، الأهل والمريض. هيدون الأدوية اللي مسبيها الوساوس سمعية، الوساوس بصرية، ممكن المريض باللا شعور يسمع شيء يدله على أشياء معينة. ما بنصحهم لمرضى الفصام. مرضى الاكتئاب أو مرضى القلق كثير هم مهمة، إنه بمرضى الاكتئاب ومرضى القلق لما بيبدأ المعالجة في الأدوية في ما بين 4 أو 6 أسابيع لحتى تأخذ تأثيرها الدوائي الفعلا الضابط للقلق أو للاكتئاب. بيصير في تغيرات بالجسم، منا قلق زيادة أو هون كمان نحن نعطي أدوية إضافية. فمرضى العصبية أو الاكتئاب أو القلق خلال 6 أسابيع لما اللي بدنا نبلش نعالجهم ما بنصحهم أنا نهائيا، لأنه في بيكون أدوية تانية مشان نحافظ على المستوى العقلي تبعهم. وفي دراسة على بيسموه مرض نفسي، هو مرض ذو القطبين، البايبولر أو مرض ذو القطبين، اللي هو المريض بيكون فيه اكتئاب كتير وبيجي الطور الثاني اللي هو بيسموه القلق كتير كتير. فشافوا هون انه هالمرضى لما عم يصوموا في شيء نسبة 47% نكس، بس بالحالات اللي بيصير في عندهم القطب الأعلى اللي هو كسرة الكلام، كسرة الصرف، التصرفات الغير منتبهين عليها، فهيدون احنا ما بننصحهم، هاي من الناحية النفسية. من الناحية الهضمية فيني اقول لك تقريبا الصيام صحي كتير كتير. معظمهم في بس حالات الإسهالات الحادة، ما يصير تشفاف، الإسهالات الحادة، التشفاف، بهالطقس، أمراض أمراض اللي بيكون عندهم التهاب الكولون القرحي أو داء كرون اللي عندهم إسهالات أو عم ياخذوا أدوية بتأثر على جسمهم. أما في حالة التهاب الكولون القرحي أو الأمراض الثانية يلي مستقرة وبسيطة، بالعكس الصيام كتير جيد، بالإضافة طبعا للقرحات النازفة والقرحات الحادة. هيدي كمان احنا بدنا نكون كتير حريصين عليها ونتجنبها. هيدون كلياتهم التوعية المريض وقربه من الطبيب ونتجنبه ونخلي المريض يتمتع بالصيام أكثر صحي. يعني دكتور علي قبل ما نختم حديثنا، حضرتك المسؤول عن الأطباء المقيمين في الخارج، الأطباء السوريين، خلينا نحكي عن مشروعك مع الأطباء السوريين. إيه، أنا بعد ما خلصت الانترنال ميديسن يعني الطب الداخلية عملت كمان سنة من التدريب الدراسات العليا. هذا كتير كتير مهم. أنا للأسف هون إسا ما كتير لمسته موجود عندنا. طلاب الطب بيستحقوا أكثر من هيك مجهود ينعطوا، لأنه هذا تدريبي منهم تعليمي، والطبيب لازم يكون موجود معهم تقريبا يوميا من الناحية التعليمية، من ناحية المؤتمرات، من ناحية الاختلاطات، وهي بدأ دعم من المشفى من الإدارة، وهي كتير مهمة. الأطباء كتير عندهم أحيانا إشكالات أو تساؤلات، لازم رئيس الأطباء يكون موجود كأخ لإلهم، يستقبلهم، يتفهمهم، يكون أخ لإلهم، يساعدهم. رئيس الأطباء مو معناته رئيس، لا، أنت تستقبلهم، تفهمهم، تريحهم، تخفف الضغوط عليهم وتدلهم على الطريق الأنساب. نعم، يعني دكتور علي شرفتنا ونورتنا، أكيد حكيك ما بينشبع منه، عنا كتير أسئلة، وخاصة أنه أنت ملم بأمراض الداخلية، يعني عندك كل الإجابات تقريبا. كنا حابين نسألك عن طب المشافي، إذا بحب تقول شيء أخير عن طب المشافي مشان نختم فيه. تكرمي. طب المشافي هو اسمه الهاسبيتال ميديسن. هلا طب المشافي هو تقريبا بلش بال95 بامريكا وصار هلا شبه اختصاص باوروبا، صار هلا دارج شبه اختصاص بدول الخليج عم يدخل. ببساطه طب المشافي هو لما بيكون في طبيب هو جزء من الاخصائي الداخلي بس بيكون مخصص بالمشفى. الطبيب من الاسعاف اما بيخرج او بينقبل، لما بيتم قبوله
هو الطبيب اللي بيكون مخصص لمعالجته بكل شيء. هون عم يصير صار انه الاخصائي هو اللي عم يعالجه، بس لما المريض عم ينقبل على المشفى عم يكون في عنده ضغط، سكري، درق، ادويه نفسيه، هيدوم كلياتهم من امامه الممرضه، هون في عبء كثير على الممرضه، والاخصائي من ناحيه القلبيه وراح، طيب مين في للمريض هون؟ لا، هذا لازم انا برايي ينبحث اكثر بسوريا وينفتح له كاختصاص مثل طب الطوارئ اللي بنسمعه كثير، لانه بينعكس على اولا بيقصر من مدة الاستشفاء للمريض وقلة الكلفة، اثنين المريض بيكون رضيان أكثر، ثلاثة نتائج الطبية بتكون أفضل بكثير. الأهم كله أنه لما بيتخرج المريض لعند الطبيب بيكون بيعرف معه لائحة شو معه وشو الأدوية ومين لازم يراجع، هي كلها بتنعكس على المريض وعلى أهله وعلى البلد وعلى التكلفة المادية والاسم الخاص بالمديسن هذا. نعم. يلي هذا هو أنا بدي تقريبا هلا أنا بدي حاول إن شاء الله أقدر شو إذا فيني طبقه بسوريا، إذا شفت فيه تعاون فيه تجاوب سواء عن على مستوى المشافي أو الجهات الحكومية. أكيد بدنا نقول لك كل التوفيق لك دكتور علي، وشكرا لوجودك معنا ومجيئك خصيصا من دبي لسوريا لتحكي عن هالأمراض اللي يمكن الناس كتير عندها معلومات، وأيضا لتحكي عن مشروعك وطب المشافي بشكل خاص. شكرا كثير لوجودك معنا وأهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا، أهلا وسهلا. سوريا تستاهل والجيش العربي يستاهل، وتحية كتير كتير كبيرة إلي للجيش العربي السوري وللناس الموجودين بسوريا وعم يتحملوا كل هالشيء، وأنا مشان هالشيء والتقدير لجهودكم كلياتها جيت هالزيارة وبدي أرجع. أهلا وسهلا فيك. شكرا لك. أهلا وسهلا فيك دكتور. أهلا وسهلا. هلا زينة رح أروح لحلب ورح نبقى بالصيف يلي عم يلاقي صدى خاص بهاي المحافظة من خلال فعاليات مهرجان صيف 2019 بعنوان حلب بتجمعنا على أرض الحديقة العامة بمشاركة 120 شركة ومنشأة تنوعت بين أغذية وألبسة ومنظفات وغير. تفاصيل أوفى بتقرير مراسلنا أنس رمضان. قد تتعب حلب لكنها لا تموت، هذا ما يؤكده مهرجان صيف 2019 بعنوان حلب بتجمعنا، والذي افتتح فعالياته على أرض بمشاركة 120 شركة ومنشأة تنوعت بين غذائية وألبسة ومنظفات ومأكولات وغيرها. لما اخترنا حلب تجمعنا ما اخترنا بس اسم، نحن اخترنا اسم وفعل. فعليا انت اذا بتشوف الموجودين حاليا فعلا حلب جمعته لكل العالم بالحديقة العامة. لما نحن اخترنا موقع الحديقة العامة، موقع الحديقة العامة كتير مهم للعالم انه هي تكون تجي تشوف هالفعالية الحلوة، لانه هي الحديقة ليست فقط عبارة عن انه نحن متنزه، هي الحديقة تقدر تعمل فيه اكثر من فعالية، مهرجان واثنين وثلاثة واربعة، لانه هي فعلا تستاهل الحديقة العامة. وحلب فعليا، حلب فعليا تستاهل اكثر. عم نحاول نرجع البعد الثقافي والاجتماعي لمجلس مدينة حلب، وخاصة بعد ما عانته مدينة حلب من الارهاب على مدى 7 سنوات. طبعا بوادر هالموضوع هذا هو التعاون مع الجهات العامة والخاصة لإقامة مهرجانات وفعاليات ودعم هذه المهرجانات لإنجاحها. طبعا كان دور مجلس مدينة بهالمهرجان هو تأمين البنية التحتية، تجهيز الموقع العام للحديقة العامة اللي هي أقدم مدينة حديقة في مدينة حلب. إقبال جماهيري كبير الحمد لله، حلب البقرة الفرح. مين مشاركتنا الأولى هي شاركنا قبل مهرجان جزور، جمعية جزور لذوي الاحتياجات الخاصة، شاركنا بمهرجان المحبة بصالة الأسد، وحاليا نحن مشاركتنا هون راعي داعم للمهرجان. المهرجان الذي تقيمه شركة أوتار وآفاق للمعارض تم تنظيمه على مدار شهور بالتعاون مع محافظة حلب ومجلس المدينة ليظهر بهذه الحلة الجميلة. نحن عم نقدم شيء حلو كتير إن شاء الله، عنا منتجاتنا المعروك والمعجنات بأنواع الكعك والبتيفورات والغريبة والسنيورة، وعنا نحن البوزة وعنا الجاتو بأنواعه. الحمد لله أقبال كتير ممتاز، يعني معرض كتير حلو ولأول مرة بحلب بيصير إنه بقلب الحديقة العامة. دائما بننبسط بهالأجواء، بنرجع بحياتنا الماضية اللي كانت موجودة، وبننبسط بوجود الناس، وعم نحاول دائما نقدم الأفضل وأفضل الأسعار ونكون مشاركين بهالأجواء الرمضانية الحلوة. أجواء فرح مثل ما بيقولوا بحلب، حلب رجعت هيك مثل الأول، وتنظيم المهرجان البداية بتبشر بالخير، والحمد لله الأجواء حلوة. شيء جديد، شيء حلو وشيء كويس. أول مرة منشوف هيك شيء بحلب بالحديقة، أول مرة كتير حلو. كنت عم بلعب بمدينة الملاهي ونحن اندهشنا من عدد الناس الزوار، لأنه كان أول يوم
يعني كان مثل في عطش لمهرجانات ومسرحيات مثل هيك. أهالي حلب رحبوا بإقامة هذا المهرجان بما يحتويه من عروض مخفضة، لا سيما مع أيام شهر رمضان المبارك. إقامة مهرجان الصيف في هذا التوقيت رسالة قوية بأن مدينة حلب عادت بقوة اقتصاديا وتجاريا وصناعيا واجتماعيا أيضا. أنس رمضان، الإخبارية السورية، حلب. نعم سلمى، وهلا اكيد عنا الفقره عاده بنقدم انفسنا للاخرين، بيكون هالشيء بطرق مختلفه، اما باهتمامنا بالمظهر الخارجي او شو قدرنا نحقق من نجاحات بحياتنا، شو هي مكانتنا بالمجتمع، مهنتنا، وايضا حتى مستوى عائلتنا. الحكم على الاخرين احيانا بيكون بنفس الطريقه، هذا الشيء اللي بيندرج تحت مصطلح الايجو او الانا، واكيد رح نتعرف عليه بشكل اوسع مع ضيفنا المدرب الوطني بمجال علوم الطاقه عمر الحلبي. رمضان كريم، اهلا وسهلا فيك. رمضان كريم، ينعاد عليكم وشكرا لاستضافتي معكم اليوم. اهلا وسهلا فيك. خلينا بالبدايه نتعرف من حضرتك عن مفهوم الانا او الايجو، شو المقصود فيه؟ هلا الايجو هو من المفاهيم الوعي اللي كثير عالي، اللي نحن اذا ادركناها كثير بتخف المشاكل بحياتنا اليوميه. هلا الايجو هو الانا المتكبره او المتعجبه، في التكبر، الانفصال، حب الفرديه، هي كلها مفاهيم بتحكي عن الايجو. وكل ما انخفض الايجو كل ما زاد الوعي وقلت المشاكل، وكل ما زاد الإيجو زادت مشاكلك مع المحيط. يعني مصطلح الإيجو مصطلح عرفناه بعلم النفس، خلينا نحكي، وكتير متداول بمجتمعنا، بيقولوا والله شو الإيجو العالي عنده. تمام. فخلينا نحكي شوية صفات الإيجو العالي أو الأنا، خلينا نقول الأنا العالي اللي بيكون عند الشخص، كيف فينا نعرفه نحن، وخاصة أنه يمكن لغة الجسد أو طريقة الكلام ممكن تكشف لنا هذا الشخص. تمام. هلأ كلياتنا عندنا إيجو، ما فينا ننكر هذا الشيء، بس هي بتختلف من نسبته من شخص لآخر. هلأ الشخص اللي عنده إيجو، هذا الشخص بيعيش بالزمن، ما بيعرف يعيش باللحظة الحالية. اثنين، بيفوت بتفاصيل كثيرة ما لها داعي. مو معناتها التفاصيل ما لها مهمة، بس التفاصيل هي مهمة، بس الشخص اللي عنده إيجو عالي يفوت التفاصيل كتير. ثالث شغلة عنده تعلق، بيتعلق مثلا بشغله، بيتعلق بالأشخاص، بيتعلق بأماكن، هو دائما عنده تعلق بشيء ما، فإذا فقده بيصير في عنده مشكلة بحياته. رابع شغلة هو عنده تعقيد للأمور، يعني ما بيعرف يبسط الأمور، دائما في بيعملها القصص complicated. من الشغلات كمان هو ما بيحب التغيير، بيقول لك الشخص اللي عنده ايجو عالية بس تسأله انت ايش عم تعمل هيك، بيقول لك انا هيك. فمتى واحد قال لك انا هيك، فهو الايجو تبعه بيكون عنده ما بيحب يغير رأيه. ما بيحب يغير رأيه، وهي طبعا مشكلة، لانه بس تنخفض الايجو بس عنده الواحد حب التغيير، حب التطور. اما وقت ما يكون عالي لا، بيقول لك انا هيك وبس، ما بيحب يتغير. هلا عند اغلب الناس هو نسبته 60%. هلا في اشخاص تصل عندهم النسبه 90 أو 100%، فاكيد انتم شايفين هيك اشخاص. الله يجيرنا. اي الله يجيرنا، لانه هو عن جد مشكله. عنده حب الفرديه، يعني ما بيحب انه يعني يفوت بجهد جماعي مع الاخرين، بيحب يكون عنده مجهوده الخاص او مجهوده الفردي بعيدا عن الاشخاص. نعم. هي بشكل عام. طيب خلينا نحكي عن اسباب هذا الشيء، يعني اليوم لما نقول انه هذا الشخص عنده الانا عاليه او الايجو عاليه، فعاده بيكون في سبب وراء اساسا، هو خلينا نقول هذا الخوف من التغيير او الخوف من العمل الجماعي او الخوف، يعني دائما بيكون في سبب ضعف معين بشخصيته خلاه يؤدي لهذا التمسك بالرأي او للمبالغه باعطاء شعور للاخرين انه انا جيد، ولكن هو بالاساس من جوا ضعيف ما انه جيد. خلينا نحكي عن هاي الاسباب. تمام. هلا في مشكله عندنا بالوعي الجمعي، انه انت ما بصير تفرجي حالك انه مثلا انه انت ضعيف او عندك مشكله او كذا. تمام. بينما هذا الشيء هو حيساعد انه تتراكم شغلات جوا، فبتلاقي كثير احيانا انه اشخاص فجاه صار معهم انهيار، فجاه
اختفت، انه هي صار معها مشكله وقعدت بالبيت مثلا، او قعد بالبيت ما عاد طلع منه، لانه هي الشغلات اللي عم تتراكم اخر شيء بتولد الانفجار مثل المرض. يعني عندنا هون كمان مشكله بوعي الامراض، انه يكون واحد مثلا معه مشكله صحيه بقول لك لا انا ما فيني شيء، بضل بيكمل بيكمل لحتى اخر شيء حس حاله مثلا ضاق او وقع فجاه بيقول بكابر على حاله. ايه يعني هي مشكله، انه انا اصلا ما بعترف انه انا في عندي شيء غلط، او انا ما بحب اظهر هذا الشيء. بينما الاشخاص اللي عندهم ايجو منخفض، لا انا عندي مشكله هون بدي احلها. فاول يعني اول ما ببلش يدور على الحل فهو بيخلص من المشكله، انه اي مشكله ببدايتها هي سهله. بينما وقت ما انت عم تتراكم الامور، كانت شخصيه او امور صحتك او اي شيء، انه انا لازم دائما اظهر قوي، فكله حيتراكم هذا جواتك، واخر شيء حيعمل لك مشكله كثير كبيره. نعم، يعني خلينا نقول انه ما في شيء ما له علاج طبعا باي علم كان او باي طب كان. الايجو شو هي مراحل علاجه بالطاقه؟ دائما بيقولوا لك انه حتى هو الانا العالي بيتعب صاحبه، فخلينا نحكي شوي عن طرق العلاج. هلا في كثير طرق للعلاج، خليني احكي بشغلات بسيطه. هلا اول شيء انه تعيش اللحظه. هلا اغلبيه الناس ما بتعرف تعيش اللحظه، انه بكون عم يحكي معك بس هو بمكان ثاني ما له معك. فمن احد التمارين اللي علمنا اياها استاذي احمد عماره، انه مثلا تراقب الساعه، يعني كيف الساعه بتمشي بالثواني تبعها. هلا اغلب الناس ما بيقدر دقيقه، هذا مو يقدر توحد. لا لا لا، انه انت تكون مركز، انه انت عايش اللحظه تبعك. نعم، انه كيف الثواني عم تمشي. اذا قدرت دقيقه واحده بس انه تراقب الثواني بدون ما تفكر بشيء، فانت عن جد قدران تعيش اللحظه. احنا بما انك عم تحكي عن الساعه، احنا صارت الساعه موجز الاخبار، فرح نكمل معك بس بعد الموجز رح ننتقل للاستديوهات الاخباريه السوريه لاطلاع على اخر الاخبار والمستجدات على الساحه العربيه والعالميه مع زميلتنا علا ابو خضر. صباحك يا علا. يسعد صباحك زينب، وشكرا لك. مشاهدينا نبقى مع موجزين لاهم واخر الانباء، ولكن بعد الفاصل. أهلا بكم. تصدت وحدات من الجيش لهجوم كبير لمجموعة إرهابية من تنظيم جبهة النصرة على عدد من المناطق الآمنة والنقاط العسكرية بريف حماة الشمالي وإدلب الجنوبي، وكبدتها خسائر فادحة في الأرواح والآليات. وذكر مراسل الإخبارية أن بسالة رجال الجيش العربي السوري على محاور القتال والاشتباك أفضت إلى إلحاق الفشل الذريع بالمجموعات الإرهابية المهاجمة وإيقاع عشرات القتلى والمصابين في صفوفها وتدمير أعداد كبيرة من آلياتها، منها عدد من المدرعات والآليات المزودة برشاشات ثقيلة. أكد أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عرقات أن منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني لم تفوض أحدا للحديث باسمها، وأنه على ضوء قرارات الإدارة الأمريكية قررنا عدم المشاركة في المؤتمر الذي اقترحت الإدارة الأمريكية عقده في المنامة بأي شكل من الأشكال. وأضاف عرقات أن من يريد الدفاع عن مصالح الشعب الفلسطيني فعليه أن يدعم موقف الإجماع الفلسطيني ممثلا بموقف الرئيس محمود عباس واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية والفصائل والحركات الفلسطينية كافة والشخصيات الوطنية. وثمن عريقات عاليا هذا الإجماع الفلسطيني بالانتصار للحقوق الفلسطينية المشروعة. أكد كبير مفتشي أسلحة الدمار الشامل السابق في العراق سكوت راتر أن الولايات المتحدة ليست جاهزة للحرب مع إيران ولا تريدها، وأضاف في مقابلة مع قناة الميادين أن الإدارة الأمريكية تتعمد استخدام معلومات من جهاز الاستخبارات الإسرائيلي من أجل تبرير حربها. وأوضح أن الإدارة الأمريكية تتعمد المبالغة في نشر معلومات استخبارية ملفقة ومشوهة بشأن التهديدات الإيرانية، فعندما تتلقى الولايات المتحدة الأمريكية معلومات من أجهزة استخبارات أخرى مثل الاستخبارات الإسرائيلية فلا مجال للاعتماد على ما تم جمعه، بل يجب تحليل ما قدمته إسرائيل من معلومات.
في خبرنا الأخير، اتهمت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي رئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب بالتورط في عملية تستر وعرقلة لتحقيق العدالة في تجاوز قد يصل حد إعلان عزله. وقالت بيلوسي إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وحسب الرؤية العامة في المجتمع يعرقل تحقيق العدالة وهو متورط في عملية تستر، ما يمكن أن يمثل تجاوزا يصل حد العزل. وقبل ذلك أعلنت بيلوسي التي تعتبر زعيمة للديمقراطيين في الكونغرس أنه لا أحد فوق القانون، بمن في ذلك رئيس الولايات المتحدة الأمريكية. وصلنا إلى ختام الموجز، والآن عودة إليك زينب. شكرا لك زميلتنا علا أبو خضر من استوديوهات الإخبارية. مكملين بفقرتنا واللي هي عم تحكي عن علوم الطاقة والإيجو العالي. سلمى، أكيد زينب، كنا عم نحكي قبل شوي مع ضيفنا عن صفات الشخص يلي بيكون عنده إيجو عالي، ولكن خلينا نرجع هيك نحكي معك عمر شوي. يمكن بعض الأشخاص بيخربطوا أو بيلتبس عليهم مفاهيم بين الإيجو العالي والكينونة. بعض الأشخاص اللي هنن بيحسوا أنه هنن بيحبوا يحافظوا على نفسهم أو بينغلقوا على نفسهم بيسموه عندهم الكينونة عالية. خلينا نفرق بيناتهم. هلا الكينونة في إلى لفظ يعني بالإنجليزي اللي هو being، يعني إنه أنت تعيش مثل الفطرة تبعك، تمام؟ هلا الفرق بيناتهم، هلا الشخص اللي عنده الإيجو مرتفع بيعرف ياخد بس ما بيعرف يعطي، بينما اللي عنده being بيعرف يعطي أكثر ما هو بيعرف ياخد. شغلة تانية إنه هو عنده العقلية تبع بعيدا عن، يعني هو دائما بيركز إنه يبعد عن المشاكل، بينما التركيز لازم يكون هو انه انت تسعى نحو الشيء اللي انت بدك اياه، لانه هو دائما الطاقه حيث التركيز. فاذا انت بتسعى انك انت مثلا تضل بعيد عن المشاكل او اي شيء مثلا ممكن يضايقك، فانت رح تضل فايت بهي السلسله، لانه انت تركيزك صح انه انت عم تبعد، بس انه تركيزك على المشكله فهي حتجيك يعني بطريقه او باخرى بعد شوي. بينما الاشخاص اللي عندهم البينج تبعهم عالي او خلينا نقول الفطره تبعهم عاليه، فهو بيركز على هدفه، بيركز على الشيء اللي بده اياه، فدائما طاقة حيث التركيز، فهو الجذب تبعه اقوى، لانه كل ما ارتفع البينج او الفطره تبعك فبصير قانون الجذب تبعك اقوى. هلا في كثير فروقات بيناتهم، انه الاشخاص اللي عندهم الايجو عالي يرى نفسه من خلال الاخرين، يعني اذا الاشخاص شافوه منيح فهو منيح، اذا شافوه سيء فهو نفسيته تحت. بينما البينج لا، انا ما بيهمني نظره الاشخاص، انا بيهمني قناعاتي شو، انا اليوم قدمت منيح، بعرف حالي قدمت منيح، فما بيهمني اذا قالوا لي انت ما كنت منيح ما كنت كذا. فهذا الفرق بين اللي نظرته من الداخل واللي نظرته من الخارج. كمان الفرق بيناتهم انه بيكون بتاثر كثير بالمدح والذم. اذا حدا مدحه بيحلق، اذا حدا انتقده بينزل لتحت. بس الاشخاص هذنك لا، بس حدا ينتقده بيقول لك بتشكرك، بيقول لك شكرا لك انه انت قدمت لي هديه، انه انت عم تنقدني على شيء وانا بدي اطور حالي. حسب النقد بقى. ايه هلا اكيد النقد لما يكون يعني باسلوب، بس حتى كمان اللي عنده البينج عالي لما ينتقدك بطريقه كمان حلوه فهو بياخذ الشيء الايجابي منه. قصدك انه بيكون عندهم قابليه اكثر، يعني متكيفين اكثر باعتبار هن بيكون شوي متوافقين مع نفسهم، يمكن غير اللي عندهم ايجو. خلينا نحكي على هي الجزئيه، يعني يمكن من خلال حديثك وصفك للشخص اللي عنده ايجو هو شخص ما انه كثير على رضا بنفسه، فهو بيحاول خلينا نقول يهرب من مواجهه هي الاخطاء اللي حواليه واللي بنفسه بانه يعمل هي الحاله، بينما الشخص الثاني عنده رضا عن نفسه. فينا نقول هيك؟ هلا مو حقول الشخص الثاني، كلياتنا عندنا الاثنين. ايه بس ترتفع عندنا الكينونه او البينج بنصير هنيك على الطرف هذاك، بس ما يرتفع عندنا الايجو بنصير على هذا الطرف. فهي يعني خلينا نقول هي موجوده عندنا الشغلتين مع بعض. هلا اكيد الـ 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 الثقه بالنفس مطلوبه، لكن في اشخاص يعني وقت ما بزيد الثقه بالنفس زياده بصير مو شايف حدا قدامه، بينتقل لموضوع التكبر. لا حلو الثقة بس انه يعني مع تواضع، بدون ما انت تكون انه انا بس اللي بفهم وغيري لا ما بيعرف شيء، تمام؟ طب حلو هذا الكلام، بمجتمعنا كثير بنشوف نماذج كثير، يعني حتى بيوصل معنا مصطلح لعنده عقد نفسية او امراض نفسية، عقد نقص، هي المصطلحات اللي نحن بنطلقها.
هل هي صحيحة؟ أول شيء بيعلم الطاقة وعلم النفس. اثنين، كيف فينا نعرف أنه هذا الشخص عم يتعامل بغرور وتكبر، أو هو متكبر بالحقيقة أو عم يدعي التكبر؟ وكيف كمان نعرف الإنسان المتواضع؟ يعني مو بس من خلال لغة جسده، نعرفه أنه هو فعلا عنده إياها مثل ما بنقولها داخلية وفطرية. تمام. هلا اكيد الشخص المتكبر انه يعني بيبين من خلال اسلوب حديثه او الاستعلاء تبعه. هلا يعني اذا بس بدي احكي هيك من الاشارات تبع لغه الجسد، بس يحكي مع شخص فهو بيحكي هيك، يعني بتلاقيه دائما رافع هي هو عم يحكي مع الاشخاص. الاشخاص اللي عنده البينج او الكينونه تبعه عاليه فبيحكي مع الاشخاص يعني خلينا نقول بنفس السويه، او حتى بينزل شوي يعني حتى اسلوب نبرته هذه. الشخص اللي عنده مثلا ايجو عالي ممكن تلاقيه صوته اعلى، او بتلاقيه النبره تبعه ما لها مريحه. وكمان فينا نلاحظ الشخص اللي محبوب، شخص كثير محبوب الناس كلها بتحبه، بينما هذاك لا، حسه صادق مو مدعي. ايه، بينما هذاك انه يعني ما بتحس انه الناس بتتعامل معه لانه في لها مثلا شغل معه، في لها كذا، بس انه لشخصه ما بتلاقي جاي لشخصه. الشخص هذاك بحب يكون مع يعني دائما بحب يكون مع المجموعه، يعني بيشتغل شغل جماعي اللي عنده بينج. هذاك لا، بحب التفرد، انه انا عملت هيك، انا سويت هيك. ففي كثير فروقات بيناتهم. هذاك بشوف الابيض والاسود، يعني يا هيك يا هيك. طبعا هي انا اياها وعي جمعي بالمجتمع، انه على فكرة هي كتير يعني بتأذي النفسية كتير، لأنه اللي عنده هالسياسة الأبيض والأسود هذا الشخص كتير بتعرض لنكسات بحياته، لأنه ما في إنسان كامل. يعني شو يعني أبيض والأسود؟ يعني إذا حدا حبه فهو بيتقبل منه كل شيء، سيء المنيح اللي مو ظابط كله بيتقبله. الشخص اللي ما بيحبه مستحيل يتقبل منه شيء، حتى لو طلع منه شيء منيح ما بيتقبله. فبتلاقي هدول الأشخاص بينصدموا إنه هذا الشخص المنيح مثلا عمل معه موقف ما له منيح، فبتلاقي انه انت ليش هيك عملت وكذا، وانا ما عاد بدي احكي مع هذا الشخص. ليش؟ لانه عنده اياها شو؟ الابيض والاسود، انه يا هيك يا هيك. فهدول يعني بيتعبوا كثير. اكيد. بينما هداك عنده الوان. نعم. لانه كل شخص عنده بيناتنا عنده ميزات وعنده عيوب. اكيد. انا بس شوف مثلا خطا من الشخص بروح بقول له بيني وبينه يعني بنبهه وخلص، يعني انا بس بتطلع على الفعل تبعه. اكيد، يمكن الفعل اصدق شيء ممكن يصدر عن الانسان. شكرا لوجودك معنا وعن هاللمحه اللي اعطيتنا اياها. شكرا لك. شكرا لكم، يعطيكم العافيه. شكرا لك، شكرا لكل المعلومات اللي اعطيتنا اياها لليوم. اكيد سلمى، هلا بدنا نروح على اللاذقيه. تحيه لكل اهلنا باللاذقيه ورمضان كريم، ونتعرف على المشروب الدائم على السفره الرمضانيه. اكيد التمر الهندي من المشروبات اللي بتروي العطش. خلونا نشوف بتقرير مراسلتنا علا ناصر. التمر هندي من أشهر المشروبات الرمضانية التي لا تكاد تخلو منها موائد الأفطار، وتمتاز بمذاقها اللذيذ واحتوائها على الكثير من العناصر الغذائية التي تروي الظمأ وتنعش خلايا الجسم وتمنحها الطاقة والحيوية. التمر هندي له فوائد كثيرة، يعني منها للقلب، منها مثلا بيهدي الأعصاب، بيروق الدم. تمر هندي عندك مثلا السوس بيروي عن العطش، يعني الصايمين اكثر شيء بيشربوا سوس. عرق سوس هو عباره عن عرق بالارض بيطلع لحاله، يعني خلقه ربانيه. وعلى فكره السوس حلو، فهمت علي؟ في عرق مرار، هالعرق المرار هو بيرويك عن العطش. خمير يا سوس، انا بياع الخمير، هذا مشروب الامير في رمضان. تمر هندي، سوس، الخرنوب، البرتقال، الجلاب، كله برمضان. هذا يتم تحضير التمر هندي بجلب القوالب وتقطيعها إلى قطع صغيرة ونقعها في الماء، ومن ثم تتم تصفيتها وإضافة السكر لها بمقادير معينة، ويقدم للشرب بعد تبريده. التمر هندي من المشروبات التي ارتبط اسمها بشهر رمضان الفضيل، وتحظى بإقبال كبير إلى جانب الخرنوب وشراب التوت التي يكثر الطلب عليها خلال فصل الصيف.
أما هلأ زينب وصلنا لمحطتنا الأخيرة لليوم، رح نحكي عن مساحة بتهم كل صبية وسيدة عم بتتابعنا. كثير من الأمور البسيطة والموجودة ببيوتنا واللي ممكن ما ننتبه عليها، ولكن خلينا نقول خطوات بسيطة ممكن تتحول لقطع فنية تزين بيوتنا وبطريقة يدوية. رح نتعرف أكثر على هذا المجال مع ضيفتنا لليوم ألبا دكاك، مدربة بمجال الأعمال اليدوية. رح نحكي عن مشروع أيضا يلي بدأته مع عدد من السيدات بمجال إعادة تدوير الورق وأيضا الشموع. صباح الخير ألبا ورمضان كريم. صباح النور، رمضان كريم. أهلا وسهلا فيك يا ألبا. يعني عالم الورقيات عالم واسع جدا، وصرتوا عم تدربوا أيضا النساء على ابتداع أفكار جديدة وإعادة تدوير والاستفادة من كتير أفكار ممكن تعطون. يعني خلينا نحكي شوي عن عالم الورقيات، شو الأفكار اللي ممكن عم تدربوا عليها أو عم تعملوها؟ هلأ عالم الورقيات صار لي تقريبا أكثر من 6-7 سنين عم بشتغل فيه. كانت مراحله كتير بسيطة بالشغل، حاليا وصلنا لأفكار كتير حلوة بسبب تشجيع كتير أشخاص وداعمين لإلي وللأشخاص اللي عم يشتغلوا بهذا الفن. حاليا عم نحضر لمعرض مع مجموعة سيدات كتير بوجه لهم تحية وشكر كبير، بأعمال فنية كتير حلوة. هني ربات منزل، في منهم ضمن شهادة جامعية معينة أو ضمن دراسة يعني وصلوا للبكالوريا، بس شغفهم بالورق وصلهم لمرحلة إنه حابين نعمل شيء مميز سوا. تقريبا صار لنا 8-9 شهور عم نحضر لهي الأفكار، مجهود كبير منهم يعني بتشكرهم كتير أنا على هذا المجهود تحت إشرافي. قريبا جدا رح يكون في عنا معرض بالمركز الثقافي بأبو رمانة. حلو هذا المشروع، حلو هيك نحكي عن كيف توجتي هذا العمل ودورات تدريبية كثيرة قمتي فيها مع عدد من السيدات. خلينا نحكي عن هذا المجال بشكل أوسع ألبا. اليوم إعادة الورق ما عادت بس هي زينة عم تصنعها السيدة بقلب البيت، كمان صار مورد لسيدات كثير يمكن بهذا الوقت. هلأ هو مورد ضمن مثل ما بذكر دائما أنه نحن لما منآمن بفكرة، هي الفكرة هي بتصير مشروع شخصي لإلنا. أنا آمنت فيها، حبيتها، صرت مدربة فيها. كانت بداياتي كانت ضمن الإنتاج والبيع، بعدين شفت حالي مدربة ضمن تدريبات معينة، ضمن شيء عملته وطورت المهارة صرت مدربة بهذا القسم. حاليا بدرب تقريبا كل 3 أشهر مجموعة من السيدات على مبادئ أساسية. طبعا الشيء اللي بدي أحكي فيه، المجموعة السيدات الحاليا اللي عم بشتغل معهم تقريبا بديانين معي من 2015، مجهود مثل ما عم قلك هو مانو قليل ابدا، عم يشتغلوا حتى لحالهم بدون ممكن يسالوني بعض الاسئله، يستعينوا في كل فتره انه بدنا نعمل هيك او يفرجوني شغلهم. كثير كان انتاجهم حلو، في منهم اعتبروه مورد مادي لإلهم، في منهم هلا عم نشوف اللوحه ايضا هلا على الهواء. وخلينا نحكي شوي شو استخدمتي فيها حتى المنتجات اللي انتم بتشتغلوها، كيف بتم تسويقها؟ هلا بالنسبه للتسويق مثل ما عم خبرك انه في اشخاص هن بيسوقوا لحالهم، في اشخاص هن ما بيشتغلوا لمبدا التسويق، هو بيشتغلوا لحتى هن عم يستمتعوا وعم بيعبوا وقتهم، ممكن ياخذوا سوفونير او هدايا للاشخاص اللي بحبوهم هن مميزين عندهم. هلا بالنسبه للوحه الموجوده معنا هي شغل ست جوهره، بوجه لها تحيه كبيره، طلبت انه يكون شيء من شغل المنتجات اللي عندهم. فانا كنت المشرفه، مجرد مشرفه اللي هي عم بتوجه مجموعه سيدات كيف يشتغلوا، كيف اليه الشغل بتصير، كيف نحن نتفادى الاخطاء او التحديات ضمن اللوحه. هلا اذا بدي احكي عن اللوحه الموجوده، هي لوحه نمر مشغوله بالورق ضمن ثلاثي الابعاد، كثير اخذ مجهود كبير يعني صراحه، وكلها ورق يعني بدها صبر كثير، بدها عنايه. الخطا ابدا ما فينا نغلط، الغلط بده يتصحح بطريقه ما. بالنسبه للمردود المادي، هن هذا بيرجع لكل حدا، لكل ست عم تشتغل قد ايه هي قدرانه تسوق لحالها صراحه. يعني ما بعرف يعني، هلا التسويق مهم، بس كمان لما انت بتعملي شيء مميز وحلو
بتنفردي فيه كمان، هذا الشيء اهم يعني انا بشوفه. يعني يمكن قلبا انت عندك صفحه على الفيسبوك بتنشري من خلالها شغل السيدات وشغلك الخاص، وايضا حاليا مقبلين على معرض قريبا رح يكون مثل ما ذكرنا بالمركز الثقافي بابو رمانه، خلينا نحكي عن هذا الجزء ايضا، قد يمكن في سيدات عرفوكي او حتى ان عرف اعمالهم من خلال السوشيال ميديا او الفيسبوك اللي نشرتي فيه. هلا بالنسبه لصفحتي بحب ادعي كل المشاهدين صفحه فن ورقيات قلبا لحتى تتابعها وتتابع اي جديد فيها من خلال دعوات للمعارض او للورشات اللي انا بعملها. دائما بعرض اعمال السيدات اللي هن من خلال الورشه تم انتاجهم للعمل، وبحب اذكر اسمائهم لحتى هو تشجيع لإلهم. بالنسبة للمعرض، معرضنا نحن بعد العيد تقريبا رح يكون بعد بأسبوع 16 حزيران. أكيد رح أرجع أدعي المشاهدين كلهم على الفيسبوك وعلى السوشيال ميديا. رح يكون الافتتاح 5:30 مجموعة سيدات، وبتمنى أكيد حضور كم يعني من الأشخاص المهتمين بهذا الفن لحتى يتابعوا شغلنا، رح يكون في شغل مميز كتير. طب قلبا شو الخطوة اللي عم تسعيها من خلالها من خلال الورشات التدريب اللي عم تقوم فيها ايضا على السعيد الشخصي؟ هلا مثل ما قلت لك صار لي فترة يعني منيحة عم بشتغل على هذا الفن، بس كان عندي هدف انه يصير ضمن وسائل تعليمية او تربوية او مناهج تعليمية. يعني انا كتير بحب وجه رسالة ان كان لوزارة التربية او لوزارة التعليم العالي انه هو يصير ضمن منهاج تعليمي، لانه هو مدرسة مستقلة. يعني امرات بيجي حدا بيقول لي هذا مثل الاوريغامي، هو ما بيشبه الاوريغامي، هو عبارة عن كولينج بيبر او قصاصات الورق، تدوير الورق بيختلف كليا عن آلية عمل الاوريغامي. فمثل ما الاوريغامي اخذ مدرسة او اخذ شغل مميز ونعرف كتير حلو، نحن كمان نهتم بهذا الفن على صعيد الطفل، على صعيد اليافعين أو اليافعات، الشباب، فئة الطلاب الجامعيين ممكن يفيدون كمان ضمن الهندسة أو كلية الفنون الجميلة. مثل ما عم خبرك يعني هلأ نحن عم نخطي خطوة أنه يكون لأول مرة معرض بالمركز الثقافي، طبعا هي بدعوة من المدام رباب، مشكورة كتير على دعمها لإلنا، شافت بالصدفة هذا الشغل تقريبا من 10 شهور وبعتت لي خبر وورجيتها الشغل وحكيتها عن الشغل وقالت لي نحن بدنا نحجز لكم يعني طبعا بالمركز وانتم هموا واشتغلوا ونحن جاهزين لأي دعم. مشكورة كتير طبعا. أكيد بدنا نتشكرها. وقبل ما نختم حديثنا معك قلبا خلينا نحكي عن هذا الفكر، قديش كمان غير من تفكير السيدات وحتى من نمط حياتهم. هلأ مثل ما بقولك انه هو هذا الشغل هو شيء علاجي نفسي فيك تعتبريه، هو مو بس فني. اذا بدي اقولك الورقيات هي من اول الحرب لهلا هو كان ضمن المنظمات الإنسانية أو الجمعيات أو حتى إذا بدي أقول لك المراكز الخاصة، كان له عدة أهداف، تدريب مهني، علاج نفسي للأشخاص اللي عندهم وضع نفسي، بيعبي الوقت، في فكر إبداعي كتير حلو. هلأ حالياً عم بصير في إضاءة أكتر عليه، طبعاً موضوع ما أنه سهل، يعني عم بيكون في متابعة بشكل يومي بشكل جدي من قبلي ومن قبل الأشخاص اللي بيشتغلوا بهذا الشغل. وكمان برجع بوجه تحية وشكر لأي حدا عم يدعمني. نعم. عم يدعم أي ربة منزل عم تعبي وقتها بطريقة لطيفة بعيدا عن هي تعباية الوقت اللي ما له طعمة، يعني عم تستفيد من حياتها بطريقة كتير حلوة. وبدعي كمان كتير سيدات لحتى تعيش هي التجربة معنا. أكيد نقول أنه كل سيدة تصنع الجمال شو ما حطت إيديها فيه، فكيف إذا كانت قطعة عم تحط فيها كل عطاء ومحبتها وفرحها واستقلاليتها. أكيد تحية إليك ولكل السيدات اللي عم يشتغلوا بالأعمال اليدوية، وإن شاء الله هيك بالتوفيق بورش التدريب وبالمركز الثقافي بأبو رمان. أكيد ناطرينكم. شكرا لك، شكرا لوجودك معنا. نعم وصلنا هيك لختام حلقتنا لليوم. خلصنا الحلقه لليوم. اكيد سلمى ان شاء الله تكون نالت اعجاب اللي كانوا عم بيتابعونا، دائما في تنوع وعم نحرص على انه يكون في فقرات مختصه بشهر رمضان الكريم. بدنا نقول اولا دعواتنا لرجال الله في الميدان، رجال الجيش العربي السوري، قلوبنا معكم ودعواتنا دائما بشهر رمضان موجهه لكم. الله يحميكم يا
الشباب على جميع الجبهات. واكيد بدنا نقول لكل ام سلمى عم تتعب بشهر رمضان، لكل ست بيت الله يعطيكي الف عافيه يا ست الكل، ولا طبعا لكل العيال بنقول لهم افطار شهي ومبارك بجمعه العيله بمحبه وموده. ان شاء الله نكون كنا عن حسن ظنكم اكيد. وبالنهايه بدي اقول نهارك سعيد ويعطيك العافيه سلمى. نهارك سعيد زينب، وبدي ارجع اقول لكل مشاهدينا شكرا لكم على المتابعه. كنا معكم خلال ساعه ونصف من الوقت، اللي ما قدر يشوفنا هلا بيقدر يشوفنا بالاعاده او يتابع الحلقه على صفحه الاخباريه السوريه على الفيسبوك. نتمنى هيك بقية نهار كلياته خير لكم، وشوية صبر، بدنا شوية صبر لحتى نتحمل مشاق اليوم الطويل وأيضا الصيام. قبل ما نختم بدنا نتشكر قصر اللؤلؤ على استضافته لنا، وأكيد شكر خاص لمصممة الأزياء عالية الغبرة على تصميمها لنا للعبايات لشهر رمضان. طبوا بألف خير وباي باي باي.